مشاهدينا الاستوديو اللي انتم بتسمعوه ده اجواء ما قبل التصوير اللي بتبقى فيها عفويه شديده. اي تي شو دائما كما نقول نحاول ان نحقق رغباتك وفكر معنا بطريقه مختلفه واختبر نفسك دائما عشان فكره التنافسيه دي مهمه جدا عاوزين نزودها في مصر التنافسيه. الاي ام بي اي او ماستر او ماجستير الاعمال الاداريه ناس كتير طالبينه، لو انت تخصصك في اي مجال طبيب محتاجه. راجل مهندس محتاجه ده هو داخل في الهندسه جدا دلوقتي اللي هو علم الهندره كمان ده هو داخل في مجالات مختلفه. ايا كان مجالك من زمان موضوع اداره الاعمال ده مهم جدا، فسواء انت عاوز تعمل ام بي اي عاديه ماجستير في الام بي اي او اي ام بي اي اونلاين يعني عاوز تعمله، هنتعرف مع بعض ايه المفهوم ده ممكن يوديك لايه وايه ابرز الخصائص اللي فيه. محمد مصباح متخصص تكنولوجيا الاداره ضيفي في هذه الفقره، مرحبا بك. اهلا بيك يا احمد، ازيك؟ كل شيء كويس الحمد لله. احنا عايزين يا اخي نحقق رغبات فعلا، لان احنا عندنا مشكله في اللغه، مشكله في الرياضيات، مظبوط، وفي التفكير العلمي التكنولوجي. احنا بنحاول نقفل الموضوع ده، نقفل الجاب ده. مظبوط. بص الاول كده زي ما انت وضحت، هي فكره ام بي اي هي اختصار لماستر اوف بزنس ادمنستريشن، هي ماجستير اداره الاعمال زي ما هو متعرف عليه. تمام. في ناس كتيره جدا جدا بتديه، بس عشان اكون واضح للناس، ده اللي بيتاخد في حاجه من الثلاثه، يا بتاخد في المانجمنت، يا بتاخد في الساينس، يا بتاخد في الارت. يعني عشان نكون واضحين من الاول، يعني في ثلاث، يعني يتاخد في المجال الاداري بكل تخصصاته، يتاخد في مجال الساينس اللي هو المجال العلمي بكل تخصصاته، يتاخد في مجال الارتس بكل انواع الارتس. طب وايه الفرق بين الام بي اي العاديه اللي كانت بره النت والاي ام بي اي اللي بتتاخد اونلاين دلوقتي؟ الثلاثه دول هم بيتاخدوا النهارده وحضرتك الدنيا مقلوبه بره البيت وفي حاجات والجو برد وي وي وي، انت بتقعد في بيتك وبتدرس الام بي اي، بتدرس اقدر اقول بدايه من 50% لغايه 100% تقريبا ام بي اي. اول صوره دي واضحه معانا، ده ببساطه جديده جدا الويب سايت اللي انت حضرتك بتشترك عليه، تمام، وبيكون كل جامعه ليها الويب سايت بتاعها عشان انت تقدر تخش تعمل ريجستريشن وتبدا انت تخش تعمل ايه الكورس بتاعك، تبدا تسجل البيانات بتاعتك والحاجه بتاعتك. كل جامعه بيبقى ليها ويب سايت، في حاجه اسمها ويز اي كيو، في حاجه اسمها ويناب، whatever الويب سايت ايه، ده بس اكزامبل كده. بتخش، طب يعني انا دلوقتي انا شخص موجود على الفيسبوك والشبكات الاجتماعيه، تمام، بتخصص اي تخصص علمي او فني او اداري، تمام، هتفيدني في ايه الاي ام بي اي دي؟ الاي ام بي اي هتحولك من مرحله ان انت شخص عندك المعرفه الاوبريشنال اللي هي المعرفه اليوميه بتاعت الشغل، انت بتقول بقى اوتسايد ذا بوكس. الام بي اي از اوتسايد ذا بوكس، انت النهارده بتاخد معرفه على الاستراتيجيك ليفل. تعرف يقول لك دايما فكر في البيجر بيكتشر، اللي بيدرس ام بي اي لازم يكون عنده، بياخد القدره على ان هو يدرس يفهم المنظومه ماشيه ازاي كلها. انت النهارده منظومه البيزنس، منظومه البيزنس. عيسى كمثال، خلينا ناخد الفقره الماضيه كمثال، لو خد ام بي اي اللي هي ماجستير الاعمال الاداريه بره النت، او خد اي ام بي اي ماجستير اعمال اداريه على النت، تفيده في ايه؟ رائع. النهارده لو عيسى بيعمل البروجكت بتاع العربيه بتاعه، لازم يكون فاهم فاينانس، لازم يكون يعني فاهم تمويل، تمويل وحسابات وارقام، مش بس المفهوم الاساسي ده، لا، المفهوم على الليفل المانجيري، على الليفل النهارده الراجل ده يكون مدير المشروع ده بتاعه، مدير لحلمه ان هو يقدر يعمله، لازم يكون فاهم ده. هو النهارده فاهم عربيات وفاهم تكنولوجي وفاهم ميكانيكا كويس قوي، لكن مش فاهم يعني ايه النهارده ازاي يعمل بادجت، ازاي يعمل فوركاستنج، ازاي يعمل ريسورسز، ازاي يعمل، كلمني بالبلدي شويه يعني يعمل بادجت، دي مش فاهمها. يعني يعمل النهارده ميزانيه للمشروع بتاعه، هل الميزانيه دي هتنجح ولا لا؟ هل هيعمل النهارده فوركاستنج، هيعمل النهارده توقع النهارده قطع الغيار عشان نجيبها، او المواد الخام لانشاء العربيه النهارده بتتجاب منين، ارخص مكان ليها فيه النهارده، بتدرس بيرشيزنج او مشتريات مثلا، تبدا تعرف النهارده ان المواد الخام دي ممكن تجيب من كذا مكان. الحاجات دي بتيجي بالخبره يعني؟ لا، في فرق بين الخبره والعلم. لو جت بالخبره ممكن تاخد بالك ان انت بتضيع اوبورتيونيتيز وهميه، ان انت ما بتبقاش واخد بالك ان المواد الخام دي ممكن تكون موجود، ممكن تجيبها مثلا من بلد زي الصين او من مثلا الهند. طيب، ارخص ما انت تجيبها من هنا. لو انا درست الام بي اي دي اللي هتطور مهاراتي الاداريه ومهارات البيزنس بتاعه، الافكار اللي عندي كانت فكره علميه، كانت فكره تكنولوجيه، كانت في اي افتكاسه عندي. احنا في مصر شاطرين في الافكار، بنقف لحد هنا، هي دي المشكله، ان انا اعمل خطه عمل، التطبيق خطه العمل. الام بي اي دي ايه المواد اللي انا هدرسها فيها من فضلك؟ الام بي اي بتقسم، اول حاجه في حاجه اسمها الكور، المواد الاساسيه اللي اي واحد بيدرس ام بي اي لازم ياخدها. اول حاجه لازم هيدرس فاينانس،
تمويل. وهيدرس استراتيجيك مانجمنت، اداره عليا، لازم يكون فاهم الصوره الكبيره بقى للموضوع، ما يكونش واخد الموضوع بشكل سطحي. ازاي ده هياثر عليك كشخص؟ اللونج تيرم بلاننج، ان انا النهارده هعمل مشروع، طب بعد 3 سنين هيعمل ايه؟ هصدر مش هصدر؟ الفيجن بتاعه. حاجه خطيره جدا بتدرس في الام بي اي في الاستراتيجيك مانجمنت اسمها ريتيرن اون انفستمنت. النهارده انا هحط دولار هيجي لي كام؟ ايه النهارده القدره على ده؟ ان هو هيدرس حاجه مهمه جدا، هيدرس ماركتنج، التسويق للمنتج بتاعك هيتم التسويق ازاي؟ هل تستخدم الشبكات الاجتماعيه؟ هل تستخدم الفيسبوك، تويتر؟ هل هتعمل اعلانات مباشره؟ مين الكاستمر بتاعك اصلا؟ كل دوت في المواد الاساسيه. الهيومن ريسورسز لازم تدرس بيبل النهارده لما تعمل مشروع، تدرس موارد بشريه. موارد بشريه تقدر تدرس النهارده، هتعين ناس، هجيب ناس، طب هتدربهم ازاي؟ طب هتربطهم بالاورجانيزيشن؟ اظن صعب شخص واحد يتعلم الحاجات دي، يعني ممكن ياخد خبره في حاجه، لكن الحاجات دي مع بعضها بالزبط. ودي اللي مخليه معظم المشاريع زي فيسبوك، امازون، اي حاجه على الاقل دلوقتي نتكلم اي بي سي بياخدوا ماجستير في الام بي اي ان ما عملوش بي اتش دي. بالظبط. واحده من المتطلبات الاساسيه ان انت تتحول، هرجع اقول تاني، من فكره ان انت صاحب مشروع لواحد بتنفذ مشروع، صاحب فكره مبادره في دماغك، او ان انت موظف حتى تنقل للمجال الاداري، ان انت تبقى مدير العمل، انت يكون عندك المعلومات دي. ازاي النهارده هتدير ناس وانت النهارده مش دارس يعني سايكولوجي بتاعت اداره الناس؟ ازاي هتعمل النهارده تسويق؟ في الام بي اي سايكولوجي، في سايكولوجي طبعا، في جزء سايكولوجي مهم جدا بيقول لك ان انت ازاي. ولا او بي، الاو بي موجود برضه، والاورجانيزيشن ديفلوبمنت موجود برضه. في يا جماعه في يعني على فكره اللي هي اورجانيزيشن بيهافير او السلوك الخاص بالمنظمه، السلوك السايكولوجي يعني. في او بي وفي او دي كمان اللي هو الاورجانيزيشن ديفلوبمنت. حلو. الاثنين موجودين، بيبقوا موجودين في التوبكس بتاعت الام بي اي. ده مهم جدا جدا ان النهارده لو كنت على الليفل انت تكون عندك الاستيعاب ده كله للفكره، سواء كانت خدتها بشكل مباشر او خدتها عن طريق الاونلاين. طيب احنا هنمر مع بعض بقى على الصور اللي انت عاملها ورا بعضها. ايه تدينا قراءتك؟ ده ببساطه جديده برضو فكره عن السايت اللي بيديك المعلومه، ان انت بتخش بتبقى قاعد في البيت شايف الانستراكتور. انا بدرس كارنتلي ام بي اي مع احدى الجامعات الانجليزيه. بيبقى الطلبه شايفينك وانت شايفهم في نفس الوقت. تبدا انت تتكلم معاهم، لو حد فيهم عايز يسال سؤال بيرفع السكرين برضو قدامك، بيفضل ان في حد رفع ايده خلاص كلامك، تديله الفرصه. يعني كلاس روم كامل موجود في بيتك. اشرح لي. دي ببساطه جديده جدا كان جزء من البيرسونال ديفلوبمنت بروسيس اللي احنا كنا اتكلمنا فيها ومدرسها في الام بي اي، مهمه جدا. بنقول لك النهارده عشان اصل الموضوع ايه؟ اصل الموضوع هو التطوير الشخصي عن طريق استخدام التكنولوجي. اول حاجه فيه ايه؟ ان بيقول لك ان حط بلان. حط البلان دي ممكن تكون ام بي اي اونلاين او حتى فيزيكال، لو انت تقدر تاخدها بشكل فيزيكال او تاخدها بشكل كامل، انت تروح للكلاس. يعني خد الام بي اي باي طريقه، او الماجستير في اداره الاعمال بمعنى بالبلدي كده باي طريقه. ده في حاجه رائعه كمان جدا، انت ممكن تاخد جزء من الام بي اي في مصر وممكن تاخد منها الجزء الاخراني، ممكن تاخده تروح، يعني ممكن تاخد من 70 ل 90% اونلاين وانت قاعد في البيت، والجزء الاخراني بتاع الاكسبيرينس بنقول عليه ممكن تروح تاخده هنا في مصر او تاخده في انجلترا. اعرض الصوره الماضيه ثانيه بس عشان تديني ليها قراءه مظبوطه، لان الناس كتير بتسال على الموضوع ده. انا عاوز افيد بصراحه المشاهد العزيز قدر الاستطاعه. في حاجه احمد اقرا لي ده. ده ببساطه جديده جدا بيتكلم على البيرسونال ديفلوبمنت بلان بروسيس. بيتكلم اول حاجه ان انت لازم تحط البلان، تدرس الموقف تحديدا، تدرس الموقف بالظبط، تعرف الماديه. طيب. تبدا تتابع. لازم اقف هنا قبل ما نتحرك في صوره تانية. اللغه يا جماعه بتاعت البيزنس في العالم، طبعا احنا قناه نيو ثقافيه معتزين باللغه العربيه ومعتزين باسلامنا، لازم نجيد اللغه العربيه نقاش حتى عشان نفتح الخيال. لكن لغه البيزنس في العالم هي الانجليزيه. احنا هنا في مصر ضعاف جدا في اللغه الانجليزيه، فلا بد عشان تتطور في البيزنس تطور ايضا اللغه الانجليزيه الخاصه بك. دي مهمه جدا. مظبوط. هقول لك حاجه برضو ممكن تكون خبر كويس للناس. في جامعات بدات تعرب الام بي اي، جامعات انترناشونال، بس النصيحه ان انت تاخدها بالانجلش طبعا، لانك النهارده هتفضل كم المعلومات المتاح بالنسبه لك ما هوش المعلومات الكامل اللي يقدر يحقق نجاح. قراءه البوكس ده من اهم البوكس اللي كل الناس المفروض تاخد الام بي اي انها تفهمه ببساطه جديده جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ببساطه جديده جدا، انت عشان تنجح في تاريخك او في حياتك الوظيفيه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين. البوتنشاليتي بتاعتك، الاحتماليه النجاح. احتماليه النجاح النهارده محتاجه ان انت تزود قدراتك ومهاراتك، دي الام بي اي، وادائك الشخصي. البوكس اللي فوق خالص على اليمين الاخضر ده هو دول الموظفين اللي بيترقوا، هم دول الموظفين اللي بيروح شركات احسن، هم دول الموظفين اللي عشان سهل اللي بيكون اجورهم كبيره جدا، اللي عنده ايه؟ عمل اتنين.
عمل الام بي اي والاستاديس والشغل على البيهيفير البروفايل بتاعه المقاومات الشخصيه بتاعته الثبات الانفعالي بتاعه مهم جدا ده مهم جدا جدا النهارده زي ما بنقول كده بتسخن مع الامور ولا لا بتاخد الامور بعقلانيه ولا لا بتوجه الامور صح مطلوب ان انت تكون عاطفي او بتسخن خالص لازم عقلاني. انت تكون في البيزنس لازم تكون عقلاني في الحياه كمان ولازم بالظبط ولازم يكون فيها نوع من الحكمه كمان مش بس كده مظبوط ان انت تاخد إن احنا الامور احنا داخلين في انترنت الحكمه بمناسبه التكنولوجي طيب ده عيسى لازم عيسى واصدقائنا وحبايبنا طبعا انا بدي عيسى كمثال كمثال طبعا التصين هو مفتاحه ايه انت لازم تحط نفسك هنا الاول انت في انهي بوكس لازم تعرف قدراتك البوكسات الموجوده البوكسات ببساطه شديده هل انا عندي قدرات هل لو عندي قدرات طب هل انا عندي قدرات وباشيف ولا لا في مجال الرياضه تبان قوي قوي النهارده واحد عنده قدراته بيأشيف ولا لا تبدا انت تقعد عندك قدراتك وبتحققها ولا بتحقق بيها ولا بتحقق انجازات بيها ولا لا الناس اللي عندها قدرات وبتحقق بيها انجازات هم اللي بيروحوا للنكست لو انت عندك قدرات وما بتحققش انجازات لازم انت ده ميزه عندك قدرات بس عندك عيب خطير في مشكله انت بتحققش واحنا كتير كده في مصر جدا انت يعني طب هي دي بتتحل ازاي ان انا يبقى عندي المهارات واحققها لو عندك القدرات وما تحققش الموضوع اسهل ليه لانك ببساطه لازم تشوف ايه الحاجات اللي ما تخليكش تحقق وتبدا تشوف انت عندك اوريدي الانفراستراكشر طب اشوفها ازاي هالموضوع سايكولوجي هالموضوع ده ليه دعوه بال بيكون ليه عوامل سايكولوجيه بيكون ليه عوامل مجتمعيه بيكون ليه عوامل انسانيه توقفك ممكن عوامل شخصيه طبعا عوامل شخصيه طبعا الخوف من دايما في مصر عندنا مشكله خطيره ان احنا نقول كلمه يا احمد بروبلم ما تقولش بروبلم قول تشالنج قول تحدي طبعًا. اي حاجه ما توقفكش دي مهمه جدا حاجة. احنا تقريبا خلصنا اللوحه اللي قدامنا دي مهم جدا جدا ان في حاجتين اولا ما نقولش كلمه نو زي الثقافه اليابانيه ما عندهمش ما فيش ابدا رد يقول لك لا خالص ليه ما يقولكش لا لان في العلم هنا بيقول لك دي بتعمل سلبيه على طول او تديك طاقه سلبيه وبتخليك ما تنجزش مش ما فيش يا عم مش موجوده فاحنا برضو عاوزين نطور في الثقافه بتاعتنا في محاولات في في ممكن يعني ده يجي بقى لما انت تبدا تنفست تعرف ايه اللي ناقصك بالظبط تبدا تطوره ازاي ايه اللي وقفني ان انا احقق ده السنه اللي فاتت تبدا النهارده اللي عنده المشكله الاخطر في حد ما عندوش كومبتنسز ده اللي بيبقى اخطر احنا لازم برضو احنا بنتكلم لاول مره في هذه الفقره عن اداره الاعمال الالكترونيه سواء الاي ام بي اي او الام بي اي نقول ان معظم الشركات التكنولوجيه ومعظم اهل التكنولوجي اي بي سي بياخدوا الام بي اي دي عشان يفهموا المنظومه او بالضبط. البيئه الواسعه في العالم للسوق العالمي ولتاسيس الشركات عشان كده احنا بنلبي الطلبات في هذا الموضوع بالضبط. صوره اخرى صوره اخرى ده ببساطه شديده جدا هو البيرسونال بلاننج الشيت اللي انت بتبدا تشتغل عليه لو انت بتاخد الام بي اي او بتاخده ده اكزامبل من الاستاديز اللي انت بتشاركها مع الطلبه عن طريق الاونلاين هيبدا يوضحها في جزئيه خطيره جدا قبل ما تنال الجزئيه دي كنا بنناقش فيها قبل ما نبدا احمد هي جزئيه ان انت وانت بتقدم على الام بي اي سواء كانت في مكان انت بتروحه او بتاخده اونلاين لازم تكون متاكد ان اللي بتاخده ده حاجه اكريديتد وحاجه سيرتيفايد مش اي سنتر او اي جامعه او اي حاجه تقول لك انا هديك ام بي اي او مين بتفضل ناخد ام بي اي منين طبعا في ليست اوف يونيفرسيتيز في العالم كله معترف بيها بتقول ان دي اكريديتد هل قوه الاونلاين زي اللي مش اونلاين بصراحه ولا لازال اللي بره الاونلاين هو الاقوى لا عشان اكون فير لما انت تروح الكلاس روم بنفسك ده اقوى بس انا النهارده بتكلم في دوله فيها ظروف بتمنعك احيانا من ان انت توصل لده بسهوله في حاجه اهم من كده الجامعه اللي بتديك السيرتيفيكت سواء كانت اونلاين او فيزيكال الشهاده واحده لكن مقدار التعلم احيانا بيكون اقل طيب وانت لازم تدور على جامعه مترتبه لازم. قويه يعني لازم. من اول مثلا 10 او 20 جامعه على مستوى العالم ده بتفضل او على الاقل بعد كده في مش اي جامعه والسلام في مصر هنا حاجات اوريدي اكريديتد سيرتيفايد الاخطر من كده انت لما تاخدها احيانا مكان وتروح عشان تعادلها عشان تروح اي دوله تدرس هناك او ان انت تكمل حتى حياتك بيقول لك احنا ما نعرفش دول مين اصلا فبالتالي انت بتقلك مشكله خطيره انت ضيعت حياتك سنتين او وطلعت حاجات كتيره جدا يقول لك ميني ام بي اي كافي يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ميني ام بي اي ببساطه شديده جدا في حاجه اسمها النهارده كورسز في حاجه اسمها دبلومه نظام التعليم الانجليزي ونظام التعليم الاوروبي حط كريتيريا الام بي اي ده بيسموها ليفل 7 ده رقم 7 في الترتيب رقم 8 هو الدكتوراه واحيانا الناس بتاخد 7 بلس فبوصلوا 8 6 هو التعليم الجامعي خلص مثلا كليه تجاره كليه اعلام وات ايفر فكل المفاهيم دي لازم الناس تكون عارفاها مبلغ والمبلغ بيكون كبير عاده في حاجه مش هتفيدك وفي الاول وفي الاخر مش هتديك فايده بتقرا في الجرايد كل يوم ميني ام بي اي معهد يعطيك الام بي اي لا تنصح بذلك خالص لانه ببساطه جديده يقول لك ويكتبوا للاسف يسموها كامبريدج مش عارف ايه يسموها طيب دي واضحه دي يعني هذا موضوع واضح جدا انت كشخص بتعين موظفين لما يجي لك شخص حاصل على ام بي اي
رائع. ده انت كده معناه ان هو يعني كواليفايد، ولا انت برضه بتختبره برضه؟ سؤال مهم جدا، لان الناس بتفكر ان انا هاخد الام بي اي واحطها في السي في فالموضوع انتهى. الام بي اي بتساعدك في بنسميها فلتريشن بروسيس، مرحله ان انت بتفلتر السي في. هو هيعدي معاك من مرحله الفلتره الاولانيه لو انت محتاج حد كواليفايد انف تو دو ذا جوب، ان هو يعمل الشغلانه. بيجي المرحله الثانيه اللي انت بقى رحت في الام بي ده، انت اتعلمت حاجه ولا انت ما رحت زي ما دخلت ما خرجت بيبقى اوت؟ خلينا نشوف الصوره الثانيه. الصوره الثانيه دي ببساطه شديده ده بيديك نوع من السايز اللي بتديك اكسبيرينس عن الجامعات اللي بتدي الام بي اي. في حاجه مهمه جدا، السايز ده كمان بتخش عليه بتكتب اسم الجامعه او المعهد ويديك بالظبط هل ده فاتح ولا لا، هل اكريدت ولا لا، فانت ما تشغلش بالك بالموضوع. فاكر الموقع ده اسمه ايه؟ ده تبع بريتش دوت جوفرمنت دوت اي ثينك يو كي، تبع الحكومه الانجليزيه. ده تبع الحكومه الانجليزيه. بعد كده بتعمل سلاش بتخش اديوكيشن بتدخل اسم الانستتيوشن او الجامعه. هل هم هل عملت سيرش الحكومه المصريه هنا برضو بتشجع قد ايه الام بي اي، او بتعمل كرايتيريا او بتشجع انها كورسات في الجي ار اي والجي مات تحديدا، جي مات اللي هي المهارات الخاصه بالتفكير الرياضي والهندسي وفي نفس الوقت الطافل اللي هي اللغه؟ بص في مصر يعني احنا محتاجين نتطور شويه الموضوع ده، لان احنا لسه بندير بنظام مختلف شويه، محتاجين ان احنا نزود ده بشكل اكتر، محتاجين ان هو الناس اللي بتخرجوا من الجامعه ومحتاجين نعمل فاند ليهم، نعمل سبونسرشيب ليهم كحكومه. يعني النهارده الراجل ده لو اتخرج من الجامعه، طب هو محتاج ان هو يكمل جزء الاديوكيشن بتاعه، نساعد ان هو يعمل ده. ده لغايه دلوقتي مش موجود بشكل للأسف كامل للاسف. كمان موجود عند الهنود، موجود عند الهنود طبعا. الهنود الهند بتقدم قروض للي عاوز يعمل اي دراسات خارج الهند وبعد كده يرد الفلوس، بس قايل الناس كتير منهم كمان تسافر طبعا. ده مش موجود عندنا. انا شخصيا كمديري في فتره كان ماليزي وخد الام بي اي بتاعته في امريكا من فند من الحكومه الماليزيه في الوقت ده مثلا، فكنت بتكلم معاه فقال لي انا رحت لان انا كنت قدمت في الحكومه، وسافر قعد سنتين يدرس ام بي اي في امريكا ورجع تاني ماليزيا فاد ماليزيا، وبعد كده بدا يتحول على يشتغل في دول تانية. فالموضوع يعني محتاج مننا شويه سبورت، محتاج كمان ان انت يكون عندنا وده استثمار من قبل الدوله طبعًا. ومن قبل الناس استثمار كبير يعني طبعا. استثمار في البيبل مهم جدا. كمان لو بنتكلم في التطوير ان يكون عندنا فكره السايت ده، احنا عندنا طبعا السايتس الحكوميه موجوده الجفرمنتال ويب سايتس كلها، بس في حته التعليم محتاجين ان احنا نحط لسته دول يا جماعه اللي معتمدين وزاره التعليم العالي في مصر، التعليم على مستوى التنافس طبعا والتعليم الدولي طبعا. وموضوع اللغه ده انا باكد عليه، احنا ضعاف جدا على مستوى اولا تعدد اللغات اللي عندنا، لان دلوقتي الدول في العالم بيتكلموا اكتر من لغه، يعني نتكلم مثلا كمان صيني وانجليزي وكذا لغه، فبنفتح سوق مظبوط اكبر. وروسي مظبوط مثلا مظبوط. واللغه نفسها الانجليزيه عندنا لا محتاجه تطوير، لان هي تفتح لنا السكك لكل حاجه ان احنا نقدر نجرو في البيزنس بتاعنا، لان هي بقت الانترناشونال لانجويج. حتى الشركات الفرنسي اللي كنت شغال معاهم كنا في الكوميونيكيشن بتاعتنا كلها وهم معتادين جدا بلغتها، او طبعًا. الالماني طبعًا. كانت الكوميونيكيشن بيننا دي لغه البيزنس. والجيل الجديد من الشباب على فكره احنا دلوقتي بنستغربه، اللي هو كله بيتكلم انجليزي، كل ما تيجي تكلم الشباب بيتكلموا انجليزي خالص، يعني حتى لما تتكلم على البرامج المسلسلات بس يعني. لكن لو اتقابله في انترفيو لا ما بيخش معاك في الديسكشن. طب الشباب في دبي؟ لا الشباب في دبي زي رويل اديوكيتد، هم متعلمين، هم ده جزء من تعليمهم اصلا. الدول العربيه محتاجه انها تطور ده كتير، ومن ضمن الدول اللي بتعمل دوت دلوقتي بشكل قوي جدا السعوديه، لان عندهم مشكله خطيره في الموضوع ده، كل حاجه كانت متعرمه. بداوا النهارده طبعا ده الاهتمام باللغه العربيه ما فيهوش نقاش، ده مهم جدا جدا، حتى احنا عملنا حلقات قبل كده على تنميه الخيال والذكاء، ما فيهوش نقاش، لكن الاكتفاء فقط صعب. الى الخطوره صعب بالظبط. لازم ان احنا نفكر فيه بالشكل دوت، يبدا من المدرس نفسه، يبدا من المرحله التعليميه، يبدا من السنترز اللي بتقدمها، كل ده مهم جدا. كمل لي في الام بي اي نصائح اخرى. الام بي اي مهم جدا، انت بعد ما بتاخد جزئيه الكور اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو الاستراتيجيك مانجمنت والاشاور والماركتنج، بتاخد حاجه اسمها بقى، هما كام ماده كلهم؟ 8، هما 16. 8 كور و8 دول بقى اسمهم الميجر. الميجر هنا بقى لازم في الميجر متناسبه مع احتياجاتك. يعني ايه متناسبه مع احتياجاتك؟ ببساطه شديده جدا، انت النهارده عايز تاخد ام بي اي سبيشاليز في الهيومن ريسورس، بعد ما بتاخد الثمانيه الكور الاساسيين بتاخد 8 في اداره الموارد البشريه او متخصص في التسويق، فانت بالتالي تبقى خدت 16 ماده، خدت فيهم 8 عامين جدا و8 تبدا تخصص. مهم قوي ان انت تستمتع بالام بي اي، يعني تستمتع لازم وده مهم تستمتع جدا في التكنولوجي في الانترنت في التعليم. مظبوط، انك تستمتع لازم تروح الكلاس وانت مستمتع هتعلم. لو انت رايح علشان تاخد شهاده وتحطها في السي في بتاعك مش هتلاقي شغل، لانك هتقع في الانترفيو. الاستمتاع يخلق الفرص طبعا. ولازم تخش بقى ان انت تقرا، النهارده هيديك كونسبت جديد يقول لك يعني ايه ريتيرن انفستمنت، يعني ايه او دي، يعني ايه او بي،
خش على النت اقرا عنه، اقرا عنه بالعربي، اقرا عنه بالانجليزي، اعرف العلم ده انتلكشوال كابيتال. في كورسات تعليميه بتقدم بالعربي وبالانجليزي دلوقتي كتير على اليوتيوب. اقرا على الانتلكشوال كابيتال. النهارده كنت منزل. طب احكي لي بقى شويه عن راس المال الفكري وانت في النيل الثقافيه بسرعه، بس اللي هو الانتلكشوال. الدنيا اتغيرت. النهارده التوب 50 اورجانيزيشن في العالم في مجال الانوفيشن 87% منهم بيبيعوا حاجه انت مش ماسكها. جوجل ما ادكش حاجه انت ماسكها، امازون ما ادكش حاجه انت ماسكها. يعني ايه؟ بيبيع براند، ده مهم جدا جدا، بيبيع بيبل وبيبيع كرييتيف ايدياز بس. يعني ما عندوش مصانع كبيره، ما عندوش معارض كبيره جدا جدا، بس بيحقق بروفيت وبروفيتابيلتي الاورجانيزيشن بتاعته لا توصف. هي هنا بنسميها المهاره الفكريه. النهارده لما تيجي تبيع نايكي مثلا، انت بتبيع علامات تجاريه، اي اسم اي اسم، ما بتبيعش علامه تجاريه. انت بتبيع ببساطه جدا جدا البراند. البراند ده ليه كوست. انا كنت معاك برضه من المواد اللي في الام بي انك ازاي تعمل براندنج مثلا زي عيسى، ازاي تعمل براندنج العربيه بتاعتك بالظبط، الفكره بتاعتك ده تعمل فكره كرييتيف. هو كان هو بيتكلم تقريبا الاسم اللي حطه في جزء ممكن يتفهم على الميدل ايست. لو عيسى بيفكر انه يكون جلوبال لازم يسميه باسم مختلف كل الناس تفهمه. وكان ظهر معاك مثال برضو على الويب سايت الالكترونيه كان مسموه في الصين حاجه، وبعد كده اكتشف ان هو مش هيبيع غير في الصين. ده بنسميه البيجر بيكتشر. انت النهارده مسميه مثلا عربيه، العربيه دي لما تنزلها وتفكر تتكلم مع واحد بره مصر هو مش فاهم يعني ايه عربيه، معناك انت لو سميتها اسم تاني ممكن تبيع. الفكرة والسكوب بيختلف تماما. هنكمل الكلام ليس كافيا، يمكن نخصص حاجات، لان اونلاين الاي ام بي اي دي مهمة، وبره الاونلاين للشباب في خطط الاعمال الادارية والتكنولوجية باي موضوع يحبوه. محمد نورتني في هذا التخصص المهم جدا. جدا شكرا جزيلا مشاهدينا. اي تي شو خارج 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 الصندوق، وانتم